الرئيس هادي يتعرض للإهانة والأذلال والتهديد بالتصفية من هذه الدولة والأعلان عن جبهة وطنية لإنقاذ اليمن. لنشاهد التفاصيل. قال نائب رئيس مجلس النواب الموالي لحكومة هادي عبد العزيز جباري أن السعودية والإمارات أهانتا وأذلتا وأضعفتا الرئيس هادي وقامتا بتهديده ومنعتاه من العودة إلى اليمن. وأضاف جباري في تصريحات صحفية أنه سنعود في الأيام المقبلة إلى اليمن ونعلن جبهة وطنية لإنقاذ البلاد، موضحا أن الحل في اليمن لا بد أن يكون سياسيا وسلميا، ولا يمكن أن يتحقق السلام من دون وجود الدولة. السعودية والإمارات هي التي تقبل الجيش الوطني والمقاومة وتمنحهم من امتلاك السلاح النوعي من أجل الدفاع عن بلادهم. المسؤولية الأولى نتحملها، يتحملها رئيس المجلس، يتحملها الأقصى صبان البرغاني الذي للأسف لم يؤدي دوره فيما يجب. أول حل من أجل أن يؤدي مجلس النواب دوره أن يتم انتخاب هيئة رئاسة بديلة عنه. قبل فيهما، هل من المعقول أن أنتم تقاتلوا مع من يستعلي عليكم ومع من يريدكم عبيد؟ كما أشار إلى أن السعودية والإمارات لا تسمحان للحكومة حتى الآن بتصدير الغاز أو النفط ولا بتسليح الجيش، فيما الاقتصاد ينهار اليوم والشعب هو الضحية. ولفت جباري إلى أن الدعوة إلى إنقاذ وطني ووقف الحرب تشمل الجميع، مضيفا أنه لا يمكن للأجنبي أن يدافع عن بلادنا، ومن يقرر مصير اليمن حاليا هو قيادة غير يمنية. كذلك أكد نائب رئيس مجلس النواب الموالي لحكومة هادي أنه تمت مصادرة القرار اليمني والعمل على إنشاء ميليشيا في كل المدن، وهي تعمل بإرادة غير يمنية، مشددا على أنه منذ سنوات ونحن ننادي بتصحيح العلاقات مع التحالف ولكن من دون جدوى. وأوضح جباري أن من وصفهم بالأشقاء مستعدون لأن يتلقوا الهزيمة على أن يسمعوا النقد البناء من أي جهة. كما دعا رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري التابعان لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في بيان إلى تشكيل تحالف إنقاذ وطني لوقف فوري للحرب في اليمن. وأكد البيان أن اليمن يتعرض لتدمير ممنهج ومقصود وممول وسياسات تفكيكية، مشددا على أن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود يكاد يعلن فشله.